يا مرحبا بكم مجددا في برنامج خلك في البيت. واليوم اذا انت حاب انك تدافع للوطن ما عليك الا بس تكون متواجد في البيت. وأزمة كورونا العالمية رفعت جاهزية العيون الساهرة للعمل بأقصى طاقاتها، فهي طبعا تواصل الليل بالنهار، وهنا في دبي تتعامل المنظومة الشرطية بكفاءة عالية واقتدار في الحفاظ على سفينة التنوع اليوم المجتمعي اللي تمتاز بها الإمارة. نقدر نقول تراكم الخبرات والفعاليات العالمية اللي تحتضنها دبي طوال العام مكنها من التعامل مع الأحداث الحالية بمهنية واقتدار. نعم محمد، وحول هذا الموضوع ينضم لنا في استديو برنامج خلك في البيت سعادة اللواء عبد الله الغيثي، مدير إدارة أمن المنشآت والطوارئ في شرطة دبي. حياك الله ويانا. حياكم الله، يا هلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا فيك، ما شاء الله ملتزم بالارشادات الوقائيه. هذا طبيعي، خلي الناس تلتزم، بس هذا اهم شيء. بالفعل انتم قدوه ونحن نتعلم منكم والناس كلها تتعلم منكم. في البدايه خلينا نتكلم عن ازمه كورونا، خلقت تحدي جديد للاجهزه الشرطيه في العالم ككل وفي دوله الامارات، لو نتحدث عنها. بدايه امسي عليكم بالخير وعن مسي بالخير على جميع الجمهور الكريم. حقيقة أولا أنا بأشكركم وأشكر جميع الجهات الإعلامية على الدور الإبداعي اللي ياسين اليوم يبذلونه على أساس توصيل التوعية للجمهور. وأيضا نبغى نشكر الأخوة والأخوات والأطباء والمسعفين وجميع الفرق اللي هي في المقدمة ودائما في الواجهة، والأمن وكل الفرق اللي تعمل 24 ساعة وشركانا كلهم. حقيقة نشكرهم شكر جزيل على هذا الأداء. موضوع الشرطة، حقيقة الشرطة متواجدة في كل المهام وفي كل الواجبات وفي كل المحافل، واليوم وجود الشرطة هي دعم لكل الفرق الموجودة، الفرق الميدانية سواء كان فرق الطبية أو البلدية، الدفاع المدني، الفرق اللي تعمل ليل ونهار اليوم وهدفها القضاء على هذا الفيروس إن شاء الله. سعادة اللواء، يعني نحن نعلم من شرطة دبي التحضير مثلا لفعاليات كبيرة اليوم في إمارة دبي، منها إن كان رأس السنة وتجهيزات رأس السنة أو كأس دبي العالمي، وأيضا تنظيمها لصندوق النقد الدولي سابقا. هذه فعاليات تحضيرها لأشهر وبعد ذلك المجهود يظهر ويكون نجاحكم بارز. اليوم الوضع مختلف، كيف ترتيباتكم خاصة هذه الجائحة عالمية؟ حقيقة بتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي شكل فرق، وكل جهة أو كل فريق له دور معين في هذا الأداء. اليوم نحن ما نشتغل يعني شخص أو مجهودات شخص واحد، مجهودات فرق معينة، كل فرق له دور معينة، لها واجبات معينة، لها وأيضا هذه الفرق مش فريق واحد من شرطة دبي، هناك فرق كثيرة مشتركة متعاونة. خلينا نقول فرق من شرطة دبي، فرق من الصحة، فرق من الدفاع المدني، من الإسعاف، من مراكز الاختصاص، من التحريات، من الأمن، من جميع الجهات هي اللي ياس اليوم تشتغل هذه الفرق في أماكن مختلفة في إمارة دبي بإشراف سيدي معالي القائد العام. فبالتالي نحن أمورنا منظمة الحمد لله، أمورنا لا نختلف عن مثل ما ذكرت عن لجنة تأمين الفعاليات، بالعكس نحن مشابهين للجنة تأمين الفعاليات بس بشكل أكبر وجهات مختلفة، أمورنا فقط تختلف، أداء العمل يختلف. هذا نعم. لو تحدث عن الخدمة المجتمعية لشرطة دبي، طبعا نحن نعرف أن الشرطة يمكن من أقرب الأصدقاء لكافة شرائح المجتمع، وأنا أقول كذي الأطفال قبل حتى الكبار. نعم. وكنا نشوفكم توصلون رسائل جميلة جدا سواء كان في فترات بداية المدارس أو غيرها حتى من الفترات اللي تهم مختلف شرائح المجتمع. اليوم في دولة الإمارات وفي دبي في أكثر من 200 جنسية مختلفة، كيف تتواصلون في ظل هذه الظروف مع هذه الجنسيات المختلفة بلغاتها؟ تقدمون لهم الدعم، المساعدة، المشورة، حتى أنكم أنتم تخلونهم أيضا يلتزمون بالإجراءات العامة؟ حقيقة هناك في شرطة دبي في مجالس، وهذه المجالس تتواصل مع الجمهور، تتواصل مع المدارس، تتواصل مع الطلبة، تتواصل مع المدرسين، تتواصل مع وزارة التربية والتعليم. فبالتالي في علاقة مجتمعية. اليوم بتلاحظين الشرطة تنزل إلى الشارع، تنزل إلى المساكن، في مجالس أحياء موجودة، نجتمع مع المواطنين، نجتمع مع الأجانب، نجتمع مع القناصل، مع كل الجهات. فبالتالي العلاقة دائما علاقة مجتمعية مرتبطة، لابد أن تربط العلاقة
بحيث أن مثل ما ذكرنا في البداية اليوم الشرطة مش متواجدة في كل مكان ولكن الناس متواجدين في المكان، هذه الناس هم عيون الشرطة. إذا كانت العلاقة طيبة بين الشرطة وبين الجمهور فطبيعي الجمهور بيساعدك. أنت شو تقدم للجمهور والجمهور شو يقدمك، شو يقدم للشرطة؟ هذه العلاقة الطيبة اللي زرعت بين رجال الأمن وبين الجمهور، أي علاقة هي اللي خلت التجانس وخلت الحياة الاجتماعية قريبة جدا من بعضهم البعض. فبالتالي حتى الإنسان إذا شاهد شيء غريب على طول يرفع السماعة يبلغ الشرطة، ما في هناك تخوف، علاقة طيبة، أمور سهلة بيننا وبينهم. فبالتالي لابد أن يكون طبيعي دعم موجود من حتى مو 200 جنسية لو كان أكثر من 200 جنسية. اليوم الحمد لله رب العالمين يعني المجتمع عندنا في دولة الإمارات يعني له ولاء جميل وقوي جدا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا مع قيادتها وتتفهم لجميع الأمور. ولكن ربما إذا اليوم سألنا عن ربما هناك في قطاع صعب جدا، قطاع التجمعات العمالية، وفي نفس الوقت يشكل نسبة كبيرة في الإمارة، كيف وكيف وضعتم خطة خاصة للتعامل معهم بحكم ثقافتهم اليوم المحدودة مع هذا المرض؟ وفي نفس الوقت كما نعلم أن هذا الشيء حاصل على نطاق عالمي، خاصة التجمعات العمالية هناك في أزمة في بعض الدول، أيضا علمت هناك عن مثلا وجود حظر عليهم، أنتم كيف تتعاملون معهم اليوم؟ مثل ما ذكرت لك في البداية هناك لجان مشكلة، وأيضا حتى للعمال هناك في لجان، في لجنة العمالية موجودة مشتركة في بين الشرطة بين وزارة العمل بين الهجرة والجوازات بين الشرطة. فبالتالي نحن نازلين أيضا متواجدين على فكرة بين العمال في موفرين لهم شو الاحتياجات، نراعيهم، نشوف شو المتطلبات اللي هم يبغونها، نحاول على الأقل ننظمهم، نحاول نكون قريبين منهم. في النهاية هذه الطبقة ياسة تخدمنا، فلها مشاريع، عندنا مشاريع، فهي بالتالي ياسة تقوم بأداء هذه الواجبات في هذه المشاريع. بالتالي من واجبنا نحن كشرطة أيضا نقدم لهم دعم. فأمانة ياسين اليوم نقدم لهم دعم قد ما نقدر، نحاول على الأقل نوصل لهم، نكون قريبين منهم، نشوف شو احتياجهم. فبالتالي العلاقة أيضا بيننا وبينهم علاقة طيبة، هذا خلى العمال على الأقل يلتزمون في أمور كثيرة. اليوم أنت اللي تطلب من الناس البقاء في بيوتها، الابتعاد عن تجمعات، وطبيعي يعني اليوم لو نلاحظ أن حتى وقوفهم على المحلات السوبر ماركت على المطاعم، فبدينا وياهم موجودين في فرق موجودة مع بينهم بين في ثكنات العمال، فحتى وقوف أصبح هناك في تباعد. تمين نوفر لهم أيضا دعم منا، الشركات تدعمهم بالقفازات وبالماسك، فبعد نحن أيضا نحاول نوفر لهم هالأشياء، نحاول نوفر لهم المعقمات، نعطيهم توجيهات، نعطيهم إرشادات. فبالتالي هناك أيضا علاقة موجودة بيننا وبينهم، وفي التزام موجود الحمد لله حتى الآن بين كل الجهات. جميل جدا. ساعات الأول لو نتحدث معاك عن جانب دولة الإمارات، هي رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أيضا، بالإضافة إلى أنه من أوائل الدول اللي تبنت هذا المنظور أنه تتعامل مع كافة أوجه الحياة. لو نتحدث عن شرطة دبي اليوم، كيف وظفت الذكاء الاصطناعي في ظل جائحة فيروس كورونا؟ حقيقة نحن هناك أمور كثيرة ياسين نشتغل فيها، خاصة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. اليوم عملية التجمعات يعني اللي يمكن بنلاحظ أن عملية انتشار الدوريات، في من الصعب أنك تنشر دوريات في كل مكان، ولكن في كاميرات موجودة في الطرقات، أيضا عملية الانضباط على الطرقات، أيضا نستخدم الرادار في عملية ضبط الأشخاص الغير ملتزمين، عملية حتى المخالفات. يعني اليوم ما عندنا عملية أن تعالوا سجل مخالفة، لكن في هناك أنظمة حديثة نستخدمها. فبالتالي حتى التواصل، التواصل مع أن مثل على سبيل المثال إذا حبيت أن أرسل مسج لمجموعة معينة لجاليات معينة في منطقة معينة، أستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي أني أحصر هذه المنطقة وأرسلها مسجات بجميع اللغات الموجودة عندي. فبالتالي هذه الأشياء الذكاء الاصطناعي قدرنا نحن نستخدمها، وخاصة في هذه الفترة، بحيث أن نقدر نوصل للجمهور بمجاميع مثل ما يقولون، وبأسرع وقت ممكن.
نعم سعادة اللواء، مثل ما نعلم هناك كانت هناك توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد بي وفتح باب التطوع لمجالات كثيرة. كيف عن طريق إدارتكم اليوم، هل هناك في لو شيء بسيط أنكم تفتحون التطوع لكي يساندونكم في هذه الفترة؟ مثل ما ذكرت لك هناك في مجالس موجودة عندنا احنا في في شرطة دبي، فحتى مجلس التطوع موجود، ولكن انت هني بعد تنظر لامور اخرى. يعني اليوم المتطوعين كثير والكل يبغى يتطوع، صحيح، ولكن هناك في ضوابط. اليوم انت اليوم لابد ان تنظر لهذه الضوابط وتنظر لامور كثيره، بحيث ان متى تشارك هالجماعه في معك. قد يكون مشاركاتهم لتقديم خدمات في الجمعيات، قد يكون مشاركتهم، ولكن اليوم ننظر الى الى الى, إلى المقدمه، الى موضوع الواجهة الحقيقية. لابد تنظر أو لازم تعمل حساب لهذا الموضوع، تثقف وترشد وتوجه، بحيث أن يكون هناك أمور كثيرة. فعلى الأساس نحن شوية ماخذين نوع من التريث في هذا الموضوع، بحيث أن ما نقحم يعني إذا بنتوا حاليا مو محتاجين أموركم طيبة، ما نقول مو محتاجين، ولكن ما نبغى يعني نعقهم هم في البداية، صح. لكن في هناك جهات نوجههم، بحيث أن مثل ما ذكرت لك الجمعيات، الأماكن اللي ممكن يتعاملون فيها، الاختصاصات الأخرى، نعم الاختصاصات الأخرى اللوجستية. أما عملية في المقدمة في الوقت الحالي في جهات قائمة بواجبها بأكمل وجه. نعم سعادة اللواء عبد الله الغيث، نحن شاكرين لك وجودك اليوم نحن في برنامج خلك في البيت. قررنا نحن نشكركم بطريقة مميزة ونخصص جزء من حلقتنا لكم أنتم كجهات أمنية في إمارة دبي، نسلط الضوء على جهودكم ونشكركم بشكل خاص على كل شيء تسوونه عشان دانت الدنيا دبي ترجع أقوى وأجمل وأبهى. شكرا لك. هذا واجبنا، وبالعكس يعني نحن نقول اليوم نبغي بس فقط من المجتمع التعاون مع الشرطة، الجلوس في البيت وأثناء خروجهم من البيت لبس الكمامات والقفازات، ولكم الشكر. يعطيك الصحة والعافية، ربي يوفقكم إن شاء الله وتمر هذه الأزمة.